يا عم صالح في الجواز قال لي كده والدنيا مش ماشيه. مين اللي بيتجوز؟ اللي كتر الطلاق مش الجواز. اه صدق الطلاق والعنوسه والارامل. ايه يا عم؟ طب كله بسبب الزفت. التليفون. تليفون؟ اه تليفونات الناس ما مش مبطله هري. الراجل عمال يتكلم والوليه ماسكه التليفون والوليه تكلم الراجل وده ماسك التليفون ودنيا بايظه. طب الحل ايه؟ ايه الحل؟ الحل تعمل لك باقه. باقه؟ باقه ايه؟ باقه كبيره. باقه كبيره عشان تكلم كحريم اكتر؟ عشان تكلم اكتر. عشان تبوظ اكتر؟ عشان ده الحل. انا ما ملهاش حل غير كده. حل ايه؟ طب ونرجع لربنا. صدق برضو نرجع لربنا سبحانه وتعالى. نرجع يا عم. الناس بقى ثابت الصلاه والتقوى وعم يا اخي الصلاه.